بيقرر الشاب اليوتيوبي انه يغادر المدينة ويطلع في رحلة للصيد كما يفعل الاخرون عشان ينال فرصة لاثبات وجوده لاثبات ذاته وفرض وجوده. بترافقه في الرحلة دي صديقته جرمنال، لكن هو وجرمنال بيتورطوا في العديد من المشاكل عشان يتدخل الشاب جابر الشاب الفقير اللي من المدينة الفقيرة لمساعدتهم. وهنا بتكتشف ان ازاي مش المال هو كل شيء، وان ازاي واحد فقير زي جابر بيحاول يساعدهم بكل ما اوتي من قوة في الرحلة دي. ده اللي هنعرفه النهاردة وهنتكلم نتكلم عليه في كتاب يوتوبيا. يوتوبيا صدرت سنة 2008 عن دار ميريت للدكتور أحمد خالد توفيق، وهي الرواية الأولى اللي تصدر للدكتور أحمد خالد توفيق بعيد عن المؤسسة العربية الحديثة. يوتوبيا احتلت المركز الثاني في الأكثر مبيعا في دار ميريت. دكتور أحمد خالد توفيق روائي وطبيب مصري، ولد في 10 يونيو سنة 1962 وتوفي 2 ابريل عام 2018. احمد خالد توفيق يعد اول كاتب عربي في مجال ادب الرعب، وهو الاكثر شهرة في ادب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ولقب بالعراب. بدأت رحلته الادبية مع سلسلة ما وراء الطبيعة، ورغم ان ادب الرعب ما كانش سائد في الوقت ده الا انها نجحت نجاح كبير جدا وتلقت استقبال جيد من الجمهور، وده اللي شجعه على انه يستكملها. وكمان قام بكتابة سلسلة فانتازيا سنة 95 وسفاري سنة 96. يوتوبيا طبعا من اكثر رواياته نجاحا ومن اكثرها انتشارا، وزي ما قلنا اتنشرت سنة 2008 لكنها ترجمت لعدة لغات واعيدت للنشر في اعوام لاحقة. طيب نبدأ في الكلام عن الرواية. النسخة اللي معايا عن دار الشروق هي 186 صفحة. اول ما بتسمع يوتوبيا ممكن تسرح في الخيال الافلاطوني عن المدينة الفاضلة اللي بيسودها العدل والمساواة وكل ما هو مثالي، لكن مع اول صفحات الرواية بيتهدم تماما الصرح اللي انت بنيته من الاخلاق والحريات والحقوق، لان الرواية مضمونها بيختلف تماما عن ذلك. بتدور احداث الرواية سنة 2023، بينقسم فيها المجتمع الى طبقتين. الطبقة الاولى هي اللي موجودة في مدينة يوتوبيا. مدينة يوتوبيا تتسم بالثراء الفاحش وكل ما تتطلبه شهوة الإنسان من مأكل وملبس ومشرب ومخدرات وفتيات، كله موجود في يوتوبيا. أما الطبقة الثانية وهي اللي موجودة في الدرج الأسفل، اللي فيها كل شيء بقى يعني تتخيله من أشياء بشعة، فوضى ومجاعة وفقر وقتل وجهل، وكل شيء موجود في الطبقة الثانية. بتسير أحداث الرواية عادي جدا إلى أن يقرر الشاب اليوتيوبي أنه يسيب يوتوبيا زي ما قلنا في البداية ويخرج لرحلة الصيد عشان يثبت وجوده، وبياخد طبعا معاه جرمنال وبيتورطه في العديد من المشاكل إلى أن يتدخل جابر لمساعدتهم على حل المشاكل دي. هتلاحظ أن الدكتور أحمد خالد توفيق ذكر الشاب اليوتيوبي وما ذكرش اسم، على العكس جابر اللي من الطبقة الفقيرة ذكر اسمه، وده إن ده اللي بيدل على أن الشاب اليوتيوبي زيه زي جميع شباب يوتوبيا، ما بيختلفش عنهم في اي شيء، الا ان جابر بيختلف عن شباب الطبقة اللي بيعيش فيها، بيختلف في اخلاقه، بيختلف في مبادئه، في تصرفاته، وده ان ده اللي بيدل على السعي للخير، وان الخير موجود في اشخاص ايا كان مجتمعهم وايا كانت ظروفهم. طبعا الكتاب سمى طبقة الاغنياء هي بمدينة يوتوبيا، وطبقة الفقراء بمدينة شبرا، وشبرا طبعا حي مصري بيسكنه غالبا الطبقة المتوسطة، وده ان ده اللي بيدل على ان الدكتور احمد خالد توفيق شايف ان في 2023 الطبقة المتوسطة هتختفي تماما وهتنصهر مع الطبقة المعدومة. طبعا الرواية فيها العديد من ابيات الشعر للخال الابنودي، فيها العديد من الاحصاءات والعديد من المقالات اللي تم نقلها من بعض المواقع، وده طبعا اللي انتقدوا الناس في الرواية لان ده ما بيلائمش الطابع الروائي. لكن لو بصينا من زاوية تانية هنلاقيه انه بيحاول يحط شيء من الواقعية عشان ينبهنا ان كل اللي في الرواية دي ممكن يتحقق في يوم من الايام، الا ان يعني مختلف مع بعض الاشياء اللي موجودة في الرواية، لكن هو كان ليه نظرة في ان حاجات من اللي موجودة في الرواية دي فعلا ممكن تتحقق في يوم من الايام.
زي مثلا العاصمة الإدارية اللي بدأ بعض الناس أو ناس كتير جدا بدأت تشوفها إن هي دي هتبقى مدينة يوتوبيا، تضخم الدولار اللي أشار إليه. لكن شايف إن الفترة الزمنية اللي اتكلم عنها دكتور خالد أحمد خالد توفيق من سنة 2008 إن الحاجات دي هتتحقق في سنة 2023 مش كافية، وشايف كمان إن الشعب المصري ما أعتقدش إنه هيوصل إطلاقا للمستوى ده، إلا إنه الحاجات اللي كان بيتكلم عنها مثلا زي إن شاب من طبقة يوتوبيا يطلع يصطاد شاب من الطبقة الفقيرة، وإنهم بيصطادوا الشباب الفقيرة، ده ممكن يكون موجود فعليا لكن هم بيصطادوهم نفسيا، بيصطادوا مكانهم في المجتمع، إن الشاب اللي معاه فلوس والغني واللي عنده واسطة هو اللي بيقدر يوصل للمكان اللي بيستحقه شاب آخر لكنه لا يمتلك واسطة، لا يمتلك المال. ده موجود. التشبيه بتاع الدكتور أحمد خالد توفيق يمكن كان مبالغ فيه شوية لكن هو حقيقة يعني. طبعا يؤخذ تاني على الرواية بعض الألفاظ السوقية، وبعض الألفاظ السوقية اللي ذكرها ما بت... يعني ما بت... لا تدل على الطبقة الاجتماعية لكنها تدل على الانحطاط الأخلاقي. في ناس كتير خدت ان الموضوع ده كان ممكن يستبدل الألفاظ السوقية دي بألفاظ أقل من كده يعني، لكنه شايف ان ده ممكن يقلل تركيزك مع الرواية او انغماسك في الرواية، هو شاف كده. لكن ده من الأشياء التي اللي تؤخذ فعلا على يوتوبيا. اجمالا الرواية طبعا من وجهة نظري جميلة جدا، لكن انا مش شايف انها الاروع للدكتور احمد خالد توفيق. هي جميلة كبداية، هي كانت بداية الدكتور احمد خالد توفيق في عالم الرواية بعد السلاسل اللي كان بينشرها. ده كان الفيديو النهاردة عن رواية يوتوبيا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، شير للفيديو لو تقدروا. متشكر جدا ليكم، السلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد.